السلام عليكم. كل ما يشتغل في مجال أمازون كي دي بي هدفه هو الربح من بيع أكبر عدد ممكن من الكتب، ولتحقيق هذا المبتغى اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة رائعة جدا لمضاعفة المبيعات وتحقيق أكبر عدد ممكن من المبيعات بكل سهولة. لكن قبل هذا أريد أن أشكركم من القلب على تفاعلاتكم مع الفيديوهات وعلى وفائكم للقناة، وبمناسبة اقتراب القناة من 30 ألف متابع فسأقدم لكم هدية رائعة مباشرة عند اكتمال هذا العدد 30 ألف متابع، وسوف تعجبكم إن شاء الله. لذلك أخي أختي، إن كنت لم تشترك بعد في القناة فاشترك في القناة وكن جاهز لاستلام جائزتك. إذن على بركة الله ننتقل لشرح طريقة مضاعفة الأرباح في أمازون كيدبي. لنفترض إخواني أن هذا الكتاب قمنا برفعه في أمازون وحقق لنا مبيعات محترمة، فمباشرة عند تحقيق هذا الكتاب للمبيعات فنحن نعلم أن العنوان الخاص بالكتاب وكذلك الكلمات المفتاحية والوصف والغلاف والمحتوى الداخلي للكتاب صمموا بطريقة جيدة وبالتالي حقق مبيعات. لذلك إخواني نحن سوف نقوم بمحاولة منافسة هذا الكتاب الخاص بنا حتى نضاعف عدد المبيعات. وطريقة منافسة الكتاب سهلة جدا إخواني، فهناك طريقة خاصة بالنوتبوك وطريقة أخرى خاصة بكتب الأنشطة وكتب التلوين. فبالنسبة للنوتبوك طريقة سهلة جدا، نحتفظ بنفس العنوان ثم نفس الكلمات المفتاحية ونفس الوصف، ونأتي إلى المحتوى الداخلي للكتاب نحتفظ به كما هو. أما بالنسبة للغلاف نقوم بالتعديل عليه قليلا، إما بإضافة ألوان أو أشكال، المهم أن لا يكون الغلاف مشابه لهذا الغلاف. أما بالنسبة لكتب التلوين والأنشطة فهنا يكمن المشكل، لأن المحتوى الداخلي لهذه النوعية من الكتب لا يمكننا رفعها أكثر من مرة، وبالتالي فإن قمنا برفعها مرتين بغلافين مختلفين فيمكن أن يأتي المشتري إلى أمازون ويقوم بشراء هذين الكتابين، وبالتالي يصدم أن المحتوى الداخلي لهذين الكتابين متشابه، وبالتالي قد يسبب لنا هذا مشكل لدى أمازون. لذلك إخواني حاولوا التعديل على المحتوى الداخلي لهذه النوعية من الكتب، إما بإضافة أنشطة أخرى أو بإضافة صفحات أخرى حتى لا يكون هذين الكتابين مشابهين. وكذلك نحتفظ بنفس العنوان ونحتفظ كذلك بنفس الكلمات المفتاحية بنفس الوصف، ثم نقوم بالتعديل قليلا على الغلاف. إذن كان هذا هو الفيديو الخاص باليوم، كان بسيط جدا لكن صدقوني إخواني إن قمتم باتباع هذه التعليمات التي قمت بشرحها في الفيديو فسوف تأتيكم مبيعات أخرى، وبالتالي مضاعفة المبيعات الخاصة بكم في أمازون. إذن إخواني إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب وشاركوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال، وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.